السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي متتبعين قناة مامي بيرضا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إخواني أخواتي متتبعين قناتي، بغيت نشارك معكم هذا الفيديو اللي أنا راجعة من السوق، تلقيت بواحد السيد حط واحد الغريسات هكا، شي نخيلات شي حاجة هكا ديال جيرانيوم. هادي أنا عجبتني هاد النخيلة، حطها فواحد الصاشية وخديتها عنده بواحد الثمن شوية بسيط. هذا النوع تاع النخيل كانسيا، انا حيت يدي بوحدي مع الكاميرا ما غنقدرش نصور ونخدم، درت هاد العملية الاولى. كان عندي هاد الاناء فارغ، درت هذاك وديما حرصو باش يكونوا لتحت. هذا عنده واحد السوطاسة هو واحد باش حيت ان شاء الله هاد الغرسه هادي راه ديال الظل، غنهبطو للدار لتحت وفاش نسقيو الماء ديال الدريناج يكون عندنا هنايا باش من هكا من باش الماء اللي يخرج ما نديروش به الدنيا، باش ما نوسخوش به التنيك من نكونو نسقيو الماء اللي يبقى تم يهبط لتحت. مهم اخواني اخواتي، هاد النوع ديال النخل كيبغي الظل وكيبغي الضو، ولكن داك الضو يكون شويه فيلتخ، يعني اومبغي ما يبغيش الشمس. انا هنا طلعت في السطح ديال الدار غير باش ندير هاد العمليه هادي. المهم اخواني اخواتي، كان عندي كما قلت لكم هاد البوفاري هاد الاساس، درت نصصتو بهاد تيغ فيجيتال، يعني الطيرو زائد الرمل زائد التربه الصالحه للزراعه. ديما انا عندي داك الخليط كيكون عندي ديما في الدار، هو هاد الخليط اللي كان فيها ما زوينش ما عجبنيش انا، هاد الاول اللي كان داكشي علاش غيرتها بهذا هنا. وهاني درتها في البوك، قلت لكم كما قلت لكم ما عنديش اللي غيصور ليا، كنصور غير بيد وحده. انا سبقتكم درت هذه العمليه. واحد الحاجه اللي غنقول لكم هو مني تغرسوا الغرسه كما بغات تكون، هو هذا الطاسمو هذا هذا السدان. وديما كنقول لكم خصكم تتعاملوا مع لا بلونط مع النبته بحال شي طفل صغير، يعني تحسوا به باش يحس بكم حتى هو. المهم كنسدوا باش هادوك الفتحات الهوائيه كنسدوهم باش ما يوقعش التعفن من معكم الغرسه، ما تعرضش للاتلاف. انا كنشوف هنا باقي خاصها التربه، انا غنزيدها نتوما شوفوا. هانتوما شوفوا ها هي، هادي واخا هادي راه تقدر هيا جايه، شوفوا معايا هيا جايه واحد الورقه هيا شتي، يعني هادي راه من بعد غتموت صافي. وغنكسب واحد كما قلت لكم في الاول، هذا راه النوع كانسيا، هاد النوع ديال النخيل كيبغي الظل، كيعيش لداخل في البيت، ما كيبغيش يشوف لي بيرو في مغازان في مستشفيات في زوطيل، كيبغيش هذا الشمس. هذا ماشي النوع اللي كنديروه على برا. اي واحد بيت نشارك معكم هذه الفكره هذه، كنتمنى نكون فدتكم بشي حاجه ولو بسيطه. وما بقى ليا دابا نسقيها صافي، ومني غي الماء مخليها هنا شي شويه واحد يعني كاين غير اللي جاي، والغد لي ان شاء الله الرحمن الرحيم ننزلها لتحت. دابا هنا غنديرها فواحد البلاصه هنا ما كتوصلش ليها الشمس، غتكون ضليله. ايوا حبيت نشارك معكم اخواني اخواتي هذه الفكره هذه، نتمنى تكون راقتكم، والصلاه والسلام على رسول الله.